الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين ونتوكل. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نحييكم ونرحب بحضراتكم من جديد في هذه الانطلاقة، انطلاقة الشوط الخامس للإبكار المحليات الأصايل. ومن هنا من عاصمة ميادين السباق ميدان الوثبة، حيث التحديات وحيث هذه الشعارات والمؤسسات العملاقة التي بدأت في الانطلاق باحثة عن الفوز وباحثة عن الناموس الغالي. أتقدم مباشرة لأتابع وأراقب أول الشعارات، أول المنطلقين وأول الباحثين. أتابع في هذه اللحظات وبرة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وجمعة بن عتيق الرميثي، من يقدم لنا وبرة مع المركز الأول المركز الثاني. أتابع في هذه اللحظات الشاهينية المنطلقة بشعار هجن الرئاسة، ويقدم المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مقدما لنا الشاهينية مع المركز الثاني المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات. والمنطلقة شدة شدة في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن ذياب سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين، من يتابع ويراقب انطلاقة شدة مع المركز الثالث المركز الرابع. وصول وانطلاق من هذا الشعار، أيضا وصول من بن ظبيان القادمة مع المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد السبوسي، من ينطلق في هذه اللحظات. وخامس الأسماء، خامس التحديات، الوصول في هذه اللحظات. أوصلت شواهين الله يا شواهين لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم المكتوم بالفعل من تنطلق مع ناجم بن علي بن راشد الغيلاني، من يتابعها ويراقبها في هذه اللحظات. عودة من جديد إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى، إلى الشاهينية وإلى شعار هجن الرئاس المتقدم مع الشاهينية. والمنطلق بهذا الأداء هنا من يتواجد، المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهري مقدما لنا الشاهينية مع الصدارة الأولى ومع التحدي. بينما المركز الثاني، أتابع شدة في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق فضل الأمين، من يتابع انطلاقتها ويتابع هذه الاندفاع. المركز الثالث، الوصول والانطلاق من الشاهينية أم وبرة في هذه اللحظات. وبرة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وجمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي، من يتابعها ويراقبها. بينما المركز الرابع، الانطلاق والتحدي من الشاهينية بشعار هجن الرئاسة، المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري متابعا ومراقبا لهذا الشعار. وخامس الأسماء الشاهينية لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان ناجم بن علي بن راشد الغيلاني متابعا لهذه الانطلاقة. ولكن نعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، إلى التحدي. انطلقت وبرة في هذه اللحظات واندفعت مشاهدين الكرام. وبرة مع الصدارة، وبرة مع القيادة، وبرة مع الريادة حتى هذه اللحظات. وبرة في الانطلاق الممتاز لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان جمعة بن عتيق بن جمعة الرميث
الثالثي يا سلام، بدأ في الانطلاق ولكن الشاهينية بشعار ابن الرياسة المجازف قادم مع الشاهينية مع المركز الثاني والمركز الثالث، ولكن وبره 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 مع الصدارة مع التحدي لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان جمعة بن عتيق بن جمعة الرميث. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على وبره وانطلاقة وبره وتحدي وبره في هذه اللحظات. تهانينا والناموس لمالك وبره سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان ولجمعة بن عتيق الرميثي من قدم المركز الثاني. أوصلت مشاهدين الكرام شدة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين من قدمها المركز الثالث والرابع بشعار هجن الرئاسة، ومع المضمر محمد بن عتيق بن زيتون الميري المركز الخامس. أوصلت مشاهدين الكرام مع خامس التحديات الشاهينية لسمو الشيخ هزاع بن زايد بن زايد آل نهيان، ونهني أيضا المضمر ناجم بن علي الغيلاني. التوقيت الزمني ولحظات وصول وبرة 6 دقائق و2 ثانيتين بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد النهيان ولجمعة بن عتيق الرميثي من قدمها. التوقيت المركز الثاني ولحظات وصول 6 دقائق و2 ثانيتين و5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث كان الوصول من الشاهينية بشعار هجن الرئاسة والمجازف من قدمها. توقيته ولحظات وصوله 6 دقائق و2 ثانيتين و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.